أهلا بكم من جديد. الآن وقد استكملنا قليلا من مفهوم النهايات وإيجاد نهاية اقتران معينة، فلنتطرق لبعض المسائل. بعض هذه المسائل في الواقع قد تراها في الامتحانات أو عندما تحاول حل مسألة من المسائل العامة للنهايات، لذلك دعونا نشرح معنى النهاية مرة أخرى. قلمي لا يكتب. حسنا، ما هي النهاية إذا كان المتغير X يصل إلى لنقل سالب واحد؟ ولنرى إلى أي مدى تكون عبارتي صحيحة، سأضعها بين قوسين لتكون أرتب. 2x زائد 2 مقسومة على x زائد 1. لذا فإن أول شيء أود أن نحاول دائما القيام به هو أن نقول ماذا يحدث بمجرد وضعنا لـ x في هذه العبارة. حسنا، ما ناتج 2x زائد 2 عندما x تساوي سالب 1؟ نضرب 2 في سالب 1. 2 مضروبة في سالب 1 زائد 2 مقسومة على سالب 1 زائد 1. في البسط ناقص 2 زائد 2 يساوي 0. ما هي قيمة المقام؟ أيضا 1 زائد سالب 1 يساوي 0. السؤال الذي يطرح نفسه هو ما هي قيمة 0 تقسيم 0؟ لا أحد يدعي أنه يعرف الحل، إذن الجواب هو غير معرف. فهذه حالة تماما مثل ما شاهدناه في الفيديو الأول، حيث أن الحد لا يمكن أن يكون غير معرف عند استبدال x بالعدد المراد العثور على نهايته، لأنك تحصل على جواب غير معرف. إذن مفهوم النهايات ييسر لنا التخلص من مشكلة القيم الغير معرفة. إذن دعونا نرى كيف أن مع مفهوم النهايات نستطيع الوصول إلى جواب أفضل. حسنا، بما أننا ما زلنا في بدايات التعامل مع مسائل النهايات، دعوني أرسم رسما بيانيا، وأعتقد أن هذا سوف يعطيكم حدسا بما نفعله، ومن المحتمل أن يعطيكم الإجابة أيضا. بعد ذلك سوف أريكم كيفية الحل بالطرق التحليلية بدون استخدام الرسم. إذا رسمت الرسم البياني، هذه هي المحاور. في الواقع أنا سوف أحل بطريقة الرسم البياني وبالطرق التحليلية في نفس الوقت، لذلك أريد إعادة كتابة هذا التعبير بطريقة ربما تجعلها مبسطة. إذن 2x زائد 2 يمكن أن نعيد كتابتها إلى 2 مضروبة في x زائد 1. x زائد 1، إذن 2x زائد 2 هي نفسها 2 مضروبة في x زائد 1، ومن ثم كل ذلك مقسومة على x زائد 1. إذن x زائد 1. إذن ما دامت هذه العبارة وهذه العبارة لا تساويان الصفر، فإن هذا الاقتران في الواقع دعونا نقول هذا هو f x. حسنا، هذا اقتران. حسنا، لكل قيمة أخرى غير x تساوي سالب 1 يمكنك إلغاء هذا وهذا، وبالفعل نرى أن f x يساوي f x يساوي f x يساوي 2 عندما x لا تساوي سالب 1. إذن يساوي 2 عندما x لا تساوي سالب 1.
وشاهدناه عندما كانت x تساوي سالب واحد، الجواب كان غير معرف undefined، إذن غير معرف عندما تساوي ال x سالب واحد. إذن كيف سنرسم ذلك؟ وأثبتنا أن f الx يساوي 2 عندما تكون x لا تساوي سالب 1، و x غير معرف عندما x تساوي سالب 1. ومرة أخرى كل ما فعلته هو نوع من إعادة كتابة نفس هذا الاقتران. وضحت أنه يمكنني تبسيط وتقسيم البسط والمقام على x زائد 1 طالما أن x لا تساوي سالب 1، وإلا ستكون القيمة غير معرفة. دعوني أرسم. سأقوم باختيار لون آخر، سأختار اللون الأحمر. هذا 2، إذن نرى أن x هو لنقل هنا سالب 1، لذلك لكل قيمة أخرى غير سالب 1 قيمة f x يساوي 2، هذا 1، هذا 2، وهذا 3، وهكذا. عند سالب 1 الرسم البياني غير معرف، لذلك نجد هنا فجوة، ثم نستمر على يسارها حتى إذا كنا نريد إيجاد النهاية. يمكن بصريا القول حسنا، بما أن x، سأختار لونا آخر، بما أن x من الجانب الأيسر، ماذا تساوي f الـ x؟ حسنا، f x هو 2 2 2 2 2، f x يساوي 2 حتى نصل إلى سالب 1 بالضبط، أليس كذلك؟ وبالمثل عندما نذهب من الناحية الأخرى إنها نفس الشيء، f x هو 2 2 2 إلى أن نصل إلى سالب 1. لذلك سترى، وأنا متأكد من أنك سوف تراه هنا، إذن نهاية 2x زائد 2 مقسومة على x زائد 1 عندما x تقترب من سالب 1 تساوي 2. اسمحوا لي أن أرسم خط هنا حتى لا تختلط مع تلك، وأنا لست نموذجيا، أعتقد في إثبات أن النهاية هي 2، ولكن أنا أوضح لك نوعا من الوسائل التحليلية، وهذا في الواقع ما نقوم به في درس الجبر، هو أنك تبسط العبارة الرياضية حتى يتسنى لك القول. إذا لم يكن هناك فجوة هنا، ما سيكون ناتج f x، ومن ثم فقط تقيمه في تلك المرحلة. أعتقد أن هذا قد يعطيك قليلا من الأفكار في الحل، لكنه ليس حلا نموذجيا، ولكن ما لم يطلب منك فلا تحله بشكل نموذجي. في الواقع يمكنك فقط أن تسأل ما هي النهاية، وهذه هي الطريقة التي يمكن حله بها. وهناك طريقة أخرى غالبا ما تستخدم للتحقق من الإجابات، يمكن أن تأخذ آلة حاسبة وتجربها. ماذا يحدث في الحالات التالية؟ ما هو ناتج f لسالب 1.001؟ حسنا، يمكنك أيضا أن تجرب ما ناتج f لسالب 0.999. حسنا، لأن ما تريد القيام به هو معرفة ماذا يساوي الاقتران عندما نكون على مقربة من سالب 1، ثم يمكنك أن تستمر وتقترب إلى سالب 1 ونرى ما يصل إليه الاقتران. وفي هذه الحالة سوف ترى أنها تقترب إلى 2. حسنا، لنقم بحل مسألة أخرى.
حسنا، دعونا نقول ما هي النهاية أو لايم عندما تقترب إكس من صفر لواحد تقسيم إكس؟ أعتقد هنا أنه قد يكون من المفيد أن نرسمه رسما بيانيا، لأنه سوف يعطيك سببا بصريا. في الواقع دعونا نحلها بالطريقتين، دعونا نفعل ذلك بطريقة انتقاء الأرقام، لأنني أعتقد أن ذلك سيعطيك فكرة ربما ستساعدك في الرسم البياني. إذا لنقل أن هذه اف الإكس، يمكنكم القول أن العرض الذي أقدمه غير مخطط له. إذا اف الإكس يساوي واحد تقسيم إكس، ونريد أن نجد النهاية عندما إكس تقترب من صفر. إذا ما هو اقتران، أو لنقم بعمل جدول. اف الاكس هنا وهنا اكس، لذلك يتضح انه عندما تكون اكس تساوي صفر نحن لا نعرف الناتج، انه غير معرف. واحد تقسيم صفر يكون غير معرف، اذا undefined. Undefined. لكن ماذا يحدث عندما تكون x تساوي سالب 1% فاصلة 01؟ حسنا، لدينا سالب 1% وواحد تقسيم سالب 1%، الناتج يساوي سالب 100، أليس كذلك؟ ماذا يحدث عندما x تساوي سالب 1/1000؟ حسنا، نحن نقترب أكثر وأكثر إلى الصفر من الاتجاه السالب. حسنا، إنه يساوي، سأتأكد من أن قلمي يعمل واللون صحيح. هناك خلل ما بقلمي وخلل كذلك في الحاسوب، لنرى ما الذي يحدث. لدي مشكلة في الجهاز. حسنا، أنا ذاهب لمحاولة حل هذه المشكلة، وفي الفيديو التالي سنكمل حل هذه المسألة. حسنا، سأراكم في العرض المقبل بينما أتمكن من معرفة لماذا قلمي لا يعمل، ومن ثم سنواصل حل هذه المسألة. أراكم في القريب العاجل.